السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة، ونبدأ لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تفصلوا الجلابة بالمقاسات ديالها المضبوطة وبالأسرار ديالها. غادي نبدأ معاكم، غادي نشدو التوب ديالنا، هو تنتنيوه على زوج. هاد التوب عندي عندو هاد الفاص هذا، هاد المنقط، وعندو هاد الفاص هذا. غادي نفصلها على هاد الجهة هادي. المهم الجهة المحلولة هاهي، كنعاودها ليكم باش تفهمو هانتوما. تنبداو نحطو المقاسات ديالنا. غادي نديرو الكتاف. دابا هذه هي الجهه ديال الكتاف. هاد الحاشيه هذه ما تنحسبوهاش، تقريبا واحد السنتيم بحال هكاك، ها هو ما كنحسبوش. هذا الحاشيه ديالو ما بايناش بزاف، بحال بالنسبه لهاد الاتواب هادو اللي ما كتبانش الحاشيه ديالهم، تتخلي واحد سنتيم بحال هكا وتتبداو تحطو في المقاسات بحال هكا. تندير في الكتاف ديالي 19 سنتيم، وزائد واحد ديال الخياطه هي 20 سنتيم. ها هي. تندير التركيز ديالي فيه 27 سنتيم. نتوما تندير ربع دورة الصدر. ربع دورة الصدر عندي فيها 27 سنتيم، زائد واحد ديال الخياطة 28 سنتيم. هاهي. هاد البلاصة هادي هي خط الكتاف، وهنايا الخط ديال الصدر، ديال دورة الصدر. غادي نهبطو بواحد 15 سنتيم. هاد 15 سنتيم هي الفرق بين الصدر والحزام. هانتوما تنسطرو السطر ديال الحزام، ها هو، والخط ديال الحوض. الصدر كما قلت لكم عندي فيه 27 زائد واحد ديال الخياطه. هذا الشيء اللي خرج لينا هنايا تنديرو هنا. ربع دوره الحوض عندي فيها 29 سنتيم، واحد ديال الخياطه هي 30 سنتيم. تنسطر هاد السطر هذا بين نتوما، هذا هو ديال الحوض بحال هكا. الطول الكلي عندي فيه 133 زائد 10 سنتيم ديال التكفيفه. دائما كنخليو 10 سنتيم، من 8 سنتيم حتى ل 10 سنتيم ديال التكفيفه. عندي هاد المسافه اللي كتكون عندي في الكتاف 21 سنتيم، تنديرها هنايا في خط الصدر. تنهبط بهاد هاهي، تنسطر هاد السطر هذا. من خط الكتاف تنهبط بثلاثة سنتيم هانتوما،
وهنايا في العنق كندير 8 سنتيم، هي 8 سنتيم، وتنسطر الكتف ديالي. دابا ملي هبطنا الكتف غادي ناخذوا هاد المسافه هادي ما بين هنا وهنا، تنقسموها على زوج. ها هي قسمناها على زوج بحال هكا. الا بغيتوا تجيكم الجلابه ديالكم زوينه ديروا هاد الطريقه اللي غنوريكم انا دابا. ملي تنديروا النصف ديال هاد المسافه هادي تندخلوا بسنتيم، ماشي تنخرجوا بسنتيم، تندخلوا بسنتيم، وتنجيبوا البيستولي ديالنا على هذا الشكل هذا، تنلاقي بين هذه النقطه هذه وهذه النقطه هذه وهذه النقطه هذه. اولا لا ما كانش عندكم هذا ممكن انكم ترسموها بيديكم، ديروا هذه تسطروا هذه نيشان بحال هكا، كتدخلوا بداك الواحد سنتيم وتتجيو تتقوروها بحال هكا. الا جاتكم صعيبه في الاول غادي تجيكم صعيبه، من الاحسن تجيبوا البيستولي. هانتوما تنحطوا البيستولي بحال هكا، هاد النقطه وهاد تنجمع هاد النقطه وهاد وهاد. من الاحسن الا كنتو مبتدئين تشريو هذا، راه ما غاليينش، راه غير 13 درهم باش يتباعوا. غادي نديرو الطول الكلي، غنكحز لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان. ها هو الطول الكلي عندي، دابا هاد الطول هذا راه مازال ما زدتوش 10 سنتيم حيت الطابله ديالي صغيره، حتى نجر نتوما نجر هاد الثوب هذا تنزيد واحد 10 سنتيم، هاد هاد الثوب نزيد 10 سنتيم ديال التكفيفه. ها هي اولا كما قلت لكم 8. هاد الجلابه غادي نديرها انايا فيها الفتاحي في الجناب. الجلابه اللي كتكون فيها الفتاحي في الجناب كيكون فيها 36 من التحت. هانتوما دائما نرد البال لهاديك الواحد كنخليها، ديك الحاشيه كنخليها، عندكم تنساوها راه غادي تنقص لكم من العبار. غادي ندير 36 بحال هكا، وتنسطر. وكنبداو بالبصاله ديالنا. نحز لكم وغادي نبداو في البصاله بحال هكا. دائما ملي كنبداو في البصاله ملي نبغيو نقطعو كنرجع انا، هذه دائما طبيعه فيا، كنجي نعاود عاوتاني
هذوك المقاسات ديالي، لا نكون نسيت هاد الحاشيه وزدتها في العبار. المهم كندور على العبارات ديالي كاملين بحال هكا حتى كنتاكد ان كلشي عندي مزيان. انتما تنحطوا يدنا بحال هكا باش الثوب ما يهربش لينا. هذا ثوب واقف يعني ما تخافوش منه، ولكن بالنسبه للاتو كاينين الثوبات اللي تيكونوا خفاف ولا كيزلقوا، ضروري انكم تشدوا الثوب بحال هذه الطريقه هذه. الى لاحظتوا راه العنق ما قطعتوش، خليته بحال هذا الشكل هذا. تنجيب هذا الثوب هذا وتنقلبو. الى عندكم العبار صغير ما عندكمش عبار كبير بزاف، فممكن انكم تفصلوها اثنين وثوب على ربعة. ها نتوما راه كافي، حيت القص كيجيني قاصح ملي كيكون الثوب دوبلي على ربعة. اما هي اللي لقى انه يفصلها على ربعة فممكن انك تثني الثوب بحال هكا اثنين وتثنيه عاوتاني. الجهة اللي كنفصلو فيها التركيز ها هي الجهة ديال التركيز، ما عرفتش واش كيبان الفوق. الا كانوا المقاسات كبار ها هما، الجهه ديال التركيز هي اللي غادي نفصلوا فيها الجلايل، ولكن انا هاد العبار اللي عندي ممكن انكم كما قلت لكم تنيو الثوب على ربعه، غير انا كيجيني قاصح في الفصاله ما كنقدش عليه، تنفصل كل جهه بوحديتها. تنحط الجلايل ديالي بحال هكا، وهاد الواحد السنتيم ما تندخلوه لداخل، تندير بحال هكا. نحيد هاد الطرف، نحيد واحد الطرف من هاد الطروفه هذا. هانتوما هاد الواحد السنتيم تنتنيوه بحال هكا وتنحطوا الحاشيه على الحاشيه، يعني هاد الواحد السنتيم ما تنحسبوش. علاش؟ لانه تتحط فوق منه السفيفه، تيمشي مع السفيفه بحال هكا. ولا زدتوه في العبار غادي يجيكم الوراء كبر من الامام، يعني كنتنيوها بحال هكا. نشوفوا واش كيبان بحال هكا. هاد الواحد كما قلت لكم ها هو راه كيمشي مع الخياطه، تيمشي مع تتحط فوق منه السفيفه والطراسم بحال هذا الشكل هذا. الا خليتو هذا زدتوه درتو ليه بحال هكا غادي يجيكم الوراء كبير، غيجيكم الوراء كبر من الامام. واحد الحاجه تنديروها هنايا في الجلايل من التحت، تنقصو واحد سنتيم بحال هكا، غير واحد ما تنقصوش كثر، حيت هذا الواحد الا ما نقصناش تيبقى لينا هذا القنت هابط. غادي تقسموا هاد المسافه على ربعة بحال هكا، وتنجيب هاد الواحد مع هاد الربع هذا بحال هكا. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، لا هو بحال هكا. تنقطع وهو تنبداو في الفصاله بحال هكا. هاد الجهه اللي تنفصلو فيها الوراء راه كنخصها تكون مسدوده، يعني الامام هو اللي كيكون مفتوح، لما الوراء راه خصو يكون مسدود بحال هاد الشكل هذا. Thank you.
الطريقه اللي وريتكم غادي تجيكم الجلابه هي هذيك. غير خصكم تصايبوا مع بعض، تقادوا المقاسات ديالكم، وراه الجلابه ديالكم غادي تجي زوينه. اللي ما شافتش الفيديو ديال الطريقه ديال المقاسات راني غنحطو لكم في صندوق الوصف. دابا الطريقه كيفاش غادي نقطعوا العنق ديالنا. الوراء تنقطعوا منه جوج سنتيم، العنق كما قلت لكم راه فيه 8 سنتيم. هذا العنق ديال الوراء تنقطعوا فيه، كنهبطوا من هنا بجوج سنتيم وتندير واحد التقويره صغيره بحال هكا بحال هكا. والعنق ديال الامام حيت كنخليوه حتى للاخير تنديروا من هنا 8 سنتيم، ومن هنا تنديروا 10 في الهبطه ديالو، تنديروا 10 وتنقورو. التقويره ما كتكونش كبيره بزاف، الا ما عرفتوش تقوروها انا نوريكم الطريقه كيفاش تقوروها. غادي ديروا، غادي نجيبوا خط بحال هكا وتنجيو من هذا الخط هذا تنعبروا النصف ديالو، تنقسموا النصف ديالو بحال هكا وتنخرجوا بواحد ونص سنتيم بحال هكا. وكتجيبوا الدوره من هاد الواحد ونص بحال هكا حتى من هاد 8 لهاد الواحد ونص، هانتوما لهاد التقويره ديال 10 سنتيم بحال هكا، حيت ممكن انكم تدخلوا فيها. غادي ديروا غير هاد الطريقه حيت ما كتبغيش هي تكون دايره بزاف. وهي الجلابه ديالنا، فصلنا الامام ديالها والوراء ديالها. دابا بقى لينا الكمام. تنجيبوا هاد الطرف هذا اللي بقى لينا، تنفصلوا منه الكمام وكنفصلوا منه القب. تنتني التوب ديالي على 4، هانتوما كنتنيه بعدا على زوج ثم كنتنيه على 4 بحال هذا الشكل. هذا كتعبروا الطول ديال الكم ديالكم شحال فيه، شحال ما خرج ليكم كتزيدوا واحد الخياطه هنا وواحد الخياطه هنا. انا الكم ديالي عندي فيه 59 وزائد جوج هو 61، 61. انا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي يجيكم الكم ديالكم زوين، لان الفصاله البلديه التقليديه راه ما تيفصلوش بهذه الطريقه هذه، غير كيجيو يقطعوا لكم، تيجيو يحطوا هذا التركيز هذا، تيجيبوا التركيز بحال هكا. بالنسبه للخياطه انا كندوي لكم، كيجيبوا التركيز تيديروا ليه بحال هكا، هانتوما بحال هكا وتيقطعوا. وما كتجيش انا ما كتعجبنيش الصراحه، ما كتعجبنيش هاد الطريقه اللي غادي نوريكم انايا، طريقه روميه وفي نفس الوقت مضبوطه، لان هاد الطريقه راه يقدر يجيكم داك الكم من هنايا يجيكم مشنق. سنهبط ب 13 سنتيم هانتوما بحال هكا، تنجيو من هاد البلاصه، هاد البلاصه المسدوده ديال التوب، تنعبر من هاد القنت هذا حتى
لهنايا 27 سنتيم بحال هكا، و تنسطر هادي. علاش تنهبطو بهاد 13 سنتيم؟ باش نديرو التركيز ديالكم، تنجيبو من هاد القنت هذا لهاد 27 سنتيم بحال هكا، تنعبرو النصف ثم تنعبرو الربع، تنتنيو عاوتاني السنتيم، تنعبرو الربع، تنقسمو هاد المسافة على زوج، هاهي النصف ديالها. من هاد الربع هذا تنطلعو بواحد ونص، من الجهة العالية تنطلعو بواحد ونص، ومن هاد الجهة تنهبطو بواحد ونص، وتنجيو تنقورو بحال هاد الطريقة هادي. الدورة ديالكم كندير فيها 17 سنتيم وتنسطر. وها هو الكم ديالي جا على هذا الشكل هذا. غادي نوريكم واحد السر، واحد الطريقه زوينه في الكم كديروها باش ما يبقاش لكم داك الكم ديالكم هابط وعريض. تتجيو من هاد البلاصه، من هاد التركيز هذا حتى لتحت بحال هكا، تنقسموا هاد المسافه على زوج، وتندخلوا بواحد ونص سنتيم. ستقوروها يا اما بيديكم يا اما كتقوروها بالبيستولي بحال هكا. كيجي لكم مجموع، ما كيجيش عريض من هاد الجهه هادي، كيجي مجموع وفي نفس الوقت كيجي انيق وعصري، ما تيجيش داك الطريقه ديك البلديه القديمه. وتنقطع ها هو الكم ديالي جا على هذا الشكل هذا. وصدقوني الا درتو هذه الطريقه راه كتجيكم واحد الكم انيق وزوين ورومي، ماشي داك ما كيبقاش لكم عريض من التحت. تيجي هذه الطريقه هذه كتجي الصراحه كتجي زوينه، وهذه السر من الاسرار. هذه راه ما كيوريوهاش الخياطه. وغادي نفصل معكم القب، هاد الطرف اللي شايط ليا نفصل منه القب. ها هو. وعلى فكره هاد التوب هذا راه جبت انا غير جوج ورباع. انا نفهمكم هاد الطريقه ديال القب. عندي دابا هاد الجلابه هادي باش تفهموا انا شنو تنفصل. بالنسبه للمبتدئات تيبان ليهم داكشي مخربق، انا غنوريكم دابا شنو كنفصل انايا. ها نتوما هاد الجهه المسدوده هادي هي هاد البلاصه هادي، هي الراس ديال القب. وهاد البلاصه المفتوحه اللي جات على الجناب هي هاد البلاصه اللي كتكون فيها السفيفه. هاد البلاصه هادي تندير 30 سنتيم بحال هكا، ومن هنا تنهبط على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي القب. بغيتو القب كبير بزاف غادي ديرو 50 سنتيم، غندير غير 46 سنتيم بحال هكا. هاد الجهه الا درنا فيها 46، ها نتوما بلاتي غنفهمكم عاود في هاد القب هذا. الا درنا 46 في هاد الجهه هادي، هاد الجهه تنقصو 10 سنتيم. ها نتوما راه كتكون هاد البلاصه هابطه وهاد البلاصه طالعه، يعني هاد الجهه فيها 46 وهاد الجهه كتكون فيها 36. غادي ندير 36
بحال هكا، سنعبروا من هنايا من هنا لهنا، سنعبروا 26 سنتيم بحال هكا. غادي نسطر من هنا بحال هكا. هاد الجهه هادي اللي كتلصق في العنق ضروري يكون فيها، على حسب هاد العبار اللي عندي كنبقى نعاود ليكم حيت كنبغيكم تفهموا. ها هو القب ديالي بدا كيبان، ها هو القب، الجهه اللي تتخيط هنا الجهه اللي كتجي فيها السفيفه، وهنايا الجهه اللي كتلصق في العنق. غادي ناخذ من هنايا لهنا النصف، وهنا تنعبروا النصف ديال هاد المسافه هادي، وهنا عاود النصف ديال هاد المسافه هادي. بحال الا قلتو تنقسموا هاد المسافه هادي على 4. هاد الجهه تنهبطوا منها هنا فين غادي تخربقوا، كتجي شويه صعيبه، وهاد ولكن هانتوما هاد الجهه اللي هابطه كتهبطوا بواحد ونص سنتيم، وهاد الجهه اللي طالعه كتطلعوا بواحد سنتيم، وتنقورو بحال هكا. الا كنتو غادي تخيطوا الجلابه ديالكم باليد تتجيو تتقطعوا من هنا لهنا، الا كنتو غادي تخيطوها بالماكينه نتوما تديروا واحد السميطات بحال هكا، تيكون فيهم 3 سنتيم تقريبا. تيكون الطول ديالهم تقريبا، المهم نتوما ديروها 17 سنتيم ولا 18، وتنقطعوا القب ديالنا بحال هذا الشكل هذا. وها هو القب ديالي جا على هذا الشكل هذا، هاد الجهه كتخيط، وهذه هي هذا هو الشكل ديال القب ديالي. وهذه هي الطريقه ديال اللي كنفصل بها انا الجلابه، طريقه روميه كتجي فصالتها زوينه. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ويعجبكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.